بسم الله الرحمن الرحيم. الوحده دي هي الوحده السادسه، واحنا دلوقتي بنحل في الليسن 3 اند 4، والفيديو ده هو الفيديو الثاني في الليسن 3 و4. هنشرح في قاعده اسمها الكوزاتيف. ايه الكوزاتيف دي بقى وقصتها؟ هي كلمتين اتنين بالظبط. كوزاتيف، كوزاتيف بالعربي كده معناها السببيه. فكره الموضوع في الاتي: انك انت لما تروح البيت وتقول للناس في البيت انا حلقت شعري، هو انت حلقت لنفسك؟ لا، حد حلق لك. فانت مش هتقول يعني الحلاق حلق لي شعري، فانت بتقول انا حلقت شعري، فهم بيفهموا ضمنيا كده ان حد عمل لك حاجه زي كده. داخل بعربيتك بتلمع، فبتقول لهم انا غسلت العربيه. اكيد مش انت اللي غسلت العربيه، حد غسلها لك يعني. الفكره دي اسمها الكوزيتيف في الانجليزي. عندك حاجه عايزك تفهمها كده، ان احنا ممكن نستخدم كلمه هاف او جيت في الموضوع ده. لو استخدمنا هاف هنجيب بعديها المفعول، او خلونا نبدا الاول بالمعلوم، بلاش مفعول دي، هنجيب الاول هاف وبعدين الفاعل وبرضه جيت والفاعل. بس هاف فاعل وبعدين الفعل في الماستر، لكن جيت فاعل وبعدين تو والفعل في الماستر. طيب ركز في اللي اقول لك عليه ده. الفاعل هنا ده اللي هيعمل الشيء، ده رقم واحد. يبقى رقم واحد تعرف الصيغه ان هاف فاعل مصدر، جيت فاعل تو والماستر. رقم اتنين تعرف ان الفاعل ده هو اللي هيعمل الشيء. رقم تلاتة هنترجم كلمة هاف وكلمة جيت بمعنى يجعل. يبقى انت عندك ثلاث نقاط كده ركز لي عليهم، هتلاقي الدنيا جميلة بآخر حلاوة. انت عايز تقول يا باشا انا جعلت الميكانيكي يصلح العربية، يبقى اي، انت بتقول جعلت يعني ماضي، اي هاد ذا ميكانيك، يعني انا جعلت الميكانيكي فيكس ماي كار، فيكس ماي كار. لو جينا نحلل ده وفقا للي قلناه فوق، هتلاقي نفسك بدأت بهاف وبعدين الفاعل اللي هيعمل الشيء اهو، الميكانيكي هو اللي هيصلح، وبعدين الفعل هنا في المصدر. طيب لو انت بدل هاف او هاد استخدمت جوت، فهتقول برضو اي هاد ذا ميكانيك، بس هتقول تو فيكس ماي كار. الموضوع كده خلص وانتهى، ده رقم واحد. رقم اتنين، افرض الجمله دي مبنيه للمجهول. طيب فانت هتستخدم سواء هاف او جيت، بما انك بتتكلم عن المجهول فتعاملاتك مع مفعول وبعدين باست بارتيسيب وبرضه معناها يجعل. طيب المفعول هنا ده مقصود بها اللي هيتعمل. لاحظ في الاولانيه فوق كنا بنقول اللي هيعمل. على سبيل المثال انت ممكن تقول اي هاد ماي كار فيكسد، انا صلحت عربيتي. وبدل هاد هنا كان ممكن نستخدم جوت. يبقى الموضوع خلصان وسهل وبسيط ولطيف، ومفيش احسن من كده. هاف او جيت لو انا بتكلم على معلوم، فبعد هاف عايزين مصدر وبعد جيت عايزين تو والمصدر. رقم اتنين، اللي بعد هاف وجيت هنا الفاعل يعني اللي هيعمل الشيء. انت عايز تقول انا خليت منى تعمل لي شاي، يبقى اي هاد منى ميك، او اي جوت منى تو ميك ا كاب اوف تي. طيب لكن الناحيه الثانيه انت ممكن كنت تقول لي انا خليت الشاي، بقى ايه اللي هيتعمل؟ ايه اللي هيتعمل؟ الشاي. هتقول اي هاد تي ميد او اي جوت تي ميد عادي. ركز ان هاف دي ممكن تيجي في كل الازمنه، مضارع بسيط ومضارع تام، وكل الازمنه تبقى صح. طيب رقم ثلاثه، الملحوظه الثالثه بقى، بقول لك ان مع المعلوم فقط، مع المعلوم فقط ممكن نستخدم هاف والفاعل والمصدر، وممكن نستخدم اي ان جي، ممكن نستخدم جيت والفاعل تو والمصدر، وممكن برضه نستخدم اي ان جي. بمعنى عايز اقول لك انا جعلت عمر يعني مثلا يغسل العربيه، يبقى اي هاد عمر ووش ذا كار او ووشنج ذا كار، اي جوت عمر تو ووش ذا كار او ووشنج ذا كار. طب افرض يا مستر الراجل في الجمله في الامتحان اداني جمله زي كده، I always have my students not، يا ترى هنا هنقول study ولا to study ولا studying؟ هقول لك اختار اجابه واحده. طبعا انت عارف ان have بنجيب بعدها مفعول الطلاب، انا اجعل الطلاب يذاكرون، يبقى ده مبني للمعلوم، يعني الطلاب هم اللي هيعملوا اللي هيذاكروا، فانا عايز الفعل في المصدر، فطبيعي قدامي مصدر. طب ماشي، ما انت قلت لي اي ان جي تنفع، ما انت قايل لي اهو بنفسك لسه هنا حالا كده قايل لي ان هاف مفعول فاعل مصدر او الاي ان جي. هروح انا قايل لك في الجمله اللي زي كده لو جاب لك الاثنين في الاختيارات خد المصدر بس. طب لو هو كان الراجل قال لك اي اند سي، هنختار اي اند سي. فعايزك تركز في الحته الهبله دي. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين او الفكره الثانيه، ايه الفرق بين اني اقول اي كلين my house و I have my
هاوس كليند. والله الفكرة كالتالي، لما تقول I clean my house يعني أنا أعمل بنفسي الشيء ده. طب I have وبعدين المفعول في الصفة التالت معناها شخص فعل لي الشيء ده. يعني أنت لما تقول I clean my house، أنا نظفت المنزل بنفسي ومتبهدل إزاي، لكن I have my house cleaned يعني حد بنظف لي بيتي. ده فكرة القاعدة، وما فيهاش أي إعجاز علمي ولا فيها أي صعوبات، حاجة آخر لذاذة. تعالى ده مع بعض كده نحل أسئلتها ونشوف أول سؤال معانا. بسم الله. مام sometimes has، الأم دايما بتخلي رودينا تعمل الطبيخ، يعني الطبخ يعني. بقولك إن أمي بتجعل رودينا تقوم بعمل الطبخ، يعني مين اللي رودينا هنا كده الفاعل، هي لا تطبخ. يبقى have مفعول مصدر، يبقى هنا هنستخدم do. طب مام sometimes get الفاعل، يبقى to المصدر. أمي دايما تجعل رودينا تطبخ. طيب اللي بعد كده، مام sometimes has بتجعل الطبخ اللي هو اللي هيتعمل اللي هو المفعول يعني، فانا عايز باست بارتيسيبل يبقى ضن. اي نوت ماي كار سيرفيسد، ما دام سيرفيسد باست بارتيسيبل فهنا هاف او جيت الاثنين ينفعوا وفقا للزمن يعني. طبعا اي هاف تنفع، ليت مفعول مصدر، جيت مفعول باست بارتيسيبل عشان ده مجهول، يبقى اي اند سي. طب مستر مش انت قلت لي جيت مفعول تول فاعل تول مصدر؟ ايوه لم يكن فاعل لكن ده مفعول. العربية هتغسل، هتفحص مش هتفحص. طيب الجملة دي كده خلاص. اللي بعد كده بيقول لك at first he insisted on his opinion، في البداية هو كان مصمم على رأيه. but I managed to not him to change، والله ما دام في تو المصدر يبقى أنا عايز جيت، جيت مفعول تو المصدر. طب ليه مش قال ما قال تو المصدر برضه؟ أنت بالعربي كده بتقول لي في البداية هو كان مصمم على رأيه، لكني تمكنت من أن أسمح له بتغيير رأيه وأن أجعله يغير رأيه. أجعله أكيد. cruel managers المدراء القساه يعني usually less work done. ده تصريف تالت، يبقى هاف وجيت ينفعوا. أدي جيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده إن شاء الله هنحل هنقرأ مع بعض. رقم ثلاثة، I went to the dentist to not my teeth checked. انا بروح لدكتور الاسنان لكي اجعل اسناني تفحص. ده مبني للمجهول، يبقى انا عايز باست بارتيسيبل. موجود يا باشا مع المبني للمجهول هاف وجيت الاثنين ينفعوا. موجود عندك هاف، موجود عندك جيت، لا مفيش، يبقى هاف بس نفكر فيها. طيب رقم أربعة، في رقم أربعة ده بيقول لك I was too busy. busy معناها مشغول، وعايزك تضيف لمعلوماتك ان كلمة busy تستخدم كفاعل بمعنى يشغل. I don't busy myself with other people مثلا، ما بشغلش نفسي بالناس التانية. انا كنت مشغول جدا so I not my sister my room. طيب have مفعول مصدر، يعني دي ما نفكرش فيها خالص لان فيها to. allow مفعول to المصدر، فدي ما نفكرش فيها برضه. make مفعول مصدر ما نفكرش فيها برضه، يبقى get مفعول to المصدر. لما يكون في get مفعول to المصدر فده كده معناها انه معلوم، ونترجم معاه بنشوف. انا كنت مشغول لذلك انا جعلت اختي ترتب غرفتي فاليوم زي الفل. the boss got the employees، جعل الموظفين يعملون. يعمل ده معلوم، يبقى جت مفعول تو المصدر، يبقى تو المصدر تو ورك. رقم ستة، I get my hair، انا اجعل شعري يقص ولا يقص؟ يقص عشان الشعر ده اللي هيتعمل، واحنا عارفين بنجيب جت المفعول او جت اللي هيتعمل وبعدين باست بارتيسيبل، فانا عايز هنا باست بارتيسيبل يبقى قد. وانت اكيد عارف ان بدل جيت ممكن نستخدم هنا هاف عادي. ماي ماذر هاز مي نوت ذا شوبينج افري ويك، والله امي تجعلني، فانا الفاعل، انا اللي هشتغل، انا اللي هعمل، يبقى هاف مفعول مصدر، يبقى دو. دينا نوت لاست ويك، دينا الاسبوع اللي فات يعني ده ماضي. فجيتس يا مستر بره اللعبه، وهاز بره اللعبه. هاد هير هاوس ديكوريتد، يعني هاف مفعول باست بارتيسيبل، ده صح. طب جت مفعول تو المصدر، لا غلط. ليه؟ لانك لو جبت لي بعد جت المفعول يبقى ده مجهول، فانا عايز باست بارتيسيبل. طيب يبقى انت كده الاجابه اصبحت رقم دي. طب انا لو عايز اجرب رقم سي كده ترجمها ينفع؟ تعال نجرب. لو انت قلت لي جت هير هاوس تجعله منزلها يزين ولا يزين؟ المفروض يزين، مجهول باست بارتيسيبل. علي يجعل البطاقه تغير، يبقى جت مفعول باست بارتيسيبل، يبقى تشينجد. wait there and I will not someone to help you، والله في تو المصدر فانا عايز هنا get، يبقى and I will get someone to help you. why don't you have your mobile، يجعل الموبايل يصلح، يبقى ده مبني المجهول، يبقى past participle. طيب وبدل have كان ممكن نستخدم get، ونفس التركيبه ونفس كل شيء، مش هنغير ما دام مجهول. رقم 12، we had a carpenter not the broken window، نحن نجعل
النجار يصلح، يبقى ده مبني للمعلوم، فانا عايز بعد هاف مفعول مصدر يبقى فيكس. قاعده كده يعني قمه اللذاذه واللطافه. 13 ماي ماذر ميكس مي، امي تجعلني اب ماي روم اون فرايديز، امي تجعلني انظف. والله انظف ده معلوم، يبقى ميك مفعول مصدر اللي هي رقم بي. افتر اي هاد سين دكتور عمرو، بعد ما رحت للدكتور عمرو انا لم افحصه اسناني. وانت تفحص لنفسك؟ لا اكيد، اسنانك حد يفحصها لك، يبقى دي سببيه. يبقى اي didnt have my teeth check، غلط. ليه؟ انا لم اجعل اسناني تفحص، فانا عايز دي باست بارتيسيبل فكده باظت. didnt have my teeth checking برضو غلط، انا عايز didnt have اللي هي didnt have اللي هي لا المثبت منها have يعني. my teeth بعدين باست بارتيسيبل، didnt have my teeth checked يبقى كده رقم دي مظبوطه. طب رقم سي hadn't had my teeth checked غلط. ليه؟ لان ده حدث اولاني، وانا بقول لك انا بعد ما عملت الحاجه الاولانيه دي ما عملتش الثانيه، فانا عايز حدث ثاني، فاحنا مستبعدين سي اساسا. يبقى الاجابه هنا اصبحت الصح رقم دي. طب ماي بوس allowed، allow مفعول تو المصدر يبقى تو. اللي بعدها وي هاد اور هاوس هاف مفعول بس بارتيسيبل يبقى بينتد. هو انت اللي عرفك ان ده مفعول؟ ما هو اصل احنا اللي لوننا البيت، فالبيت مفعول، هو اللي اتلون يعني مفعول. طيب اللي بعد كده شي نوت ذات شي وودنت او هي وودنت تيل اني ون، يعني هي ايه؟ ان هو مش هيخبر احدا. هاد هيم، هاد هيم بروميس، هاف مفعول مصدر دي مظبوط، هاف مفعول باست بارتيسيبل لو مجهول تبقى مظبوطه، ودي لو معلوم تبقى مظبوط. طيب شي بروميس تو هاف ذات، يعني ينفع اقول بروميس تو هاف ذات حتى. هاد هيم تو بروميس، والله هاف بعدها مفعول مصدر فدي بره. انت عايز تقول جعلته يعد ولا جعلته يوعد؟ اكيد جعلته هو اللي هيعد، يبقى معلوم، يبقى هاد هيم بروميس. طيب اللي بعد كده عادل نوت هي ميد ات هيم سيلف، عملها بنفسه، يبقى دي كده مش سببيه. طيب كوكس هيز دينر، اه هو بيطبخ لنفسه، دي مش سببيه بس مضارع. وانت هنا قلت لي ايه في الجمله الاصليه؟ قلت لي هي ميد ات، يعني معنى كده ان الجمله ماضي، فدي غلط عشان دي مضارع، احنا عايزين ماضي. لو هي كانت كوكت كنا قلنا ماشي. طب هاز برضه مضارع، احنا عايزين ماضي، باقي معاك دي ماضي ودي ماضي، بس هاد هيز دينر كوكد معناها ان حد عمل له. طب كوكد هيز دينر معناها عمل لنفسه. طب انت في الجمله بقى بتقول ان عادل طبخ الاكل بنفسه، يبقى كوكد هيز دينر. طب اللي بعدها سام تايمز ماي فريند نوت مي بورو هيز كار، احيانا صديقي يسمح لي باستلاف سيارتي. يعني عندك مفعول مصدر، ليت مفعول مصدر، اللو مفعول تو المصدر، جيت مفعول مصدر، برميت مفعول تو المصدر، فانا مستبعد دي ومستبعد دي. انت بتقول احيانا صديقي يدعني او يسمح لي باستلاف السياره ولا يجعلني استلف؟ اكيد بيسمح لي، يبقى ليتس. سما wants us to let her، ليت مفعول مصدر يبقى attend. عمر was very ill I got not to take 3 days off، عمر كان مريض لذلك انا جعل تو هو. يبقى انت عايز ضمير مفعول من عمر، يعني هم، فين هم؟ دي هز اللي احنا رحنا عندها، دي هز، احنا عايزين هم، هم اللي هي دي اللي هي رقم سي. يبقى انت قلت لي كده اي جوت هم، انا جعلته ياخذ 3 ايام راحه. رقم 22 وي نيد تو نوت اور كمبيوتر تشيكد اوت فور فيروسز، احنا محتاجين نجعل او نخلي الكمبيوتر يفحص من الفيروسات. يبقى وي نيد تو اور كمبيوتر تشيكد، يعني تصريف ثالث. يعني انا ممكن استخدم هنا هاف عادي، ممكن استخدم هنا جيت عادي برضو. طبعا ميك مفعول مصدر، ليت مفعول مصدر، اللو مفعول تو المصدر، يبقى هاف. وكان ينفع هنا جيت زي ما اتفقنا. زمزم هير كلوز ووشت شي ووشد او شي ووشز زم باي هير سيلف. بص انت بقى ركز في الحته دي عشان الحته دي مهمه. الراجل بيقول لك شي ووشز زم باي هير سيلف، يعني بتغسلهم بنفسها. ده معناها ان محدش بيغسلهم، يعني مش سببيه. طيب هازنت ده مش ينفع خالص. ليه؟ لان هازنت ده فعل مساعد المفروض يكون بعده باست بارتيسيبل، وده مش موجود فدي غلط. وكذلك هادنت اختها، ما انت عارف لما تقول هاف بلايد مثلا، هاف بلايد فالنفي هافنت بلايد. لكن لو انت قلت لي هاف ا كار فمش هينفع اقول لك هافنت ا كار، هقول لك دونت هاف ا كار. طيب باقي معاك دازنت هاف، وبعد هاد معاك هاد نيفر. طيب انت بتقول لي زمزم ايه ملابسها تغسل، هي بتغسلهم، يعني مضارع، يبقى انت مش هينفع تفكر في هاد نيفر. طيب اذا الاجابه زمزم doesn't have her clothes washed، يعني لا تجعل الملابس تغسل عند حد، هي بتغسلها بنفسها. We were angry with علي، كنا زعلانين من علي. He had هو جعلنا، يعني انت عايز ضمير مفعول من نحن ويبقى had us.
My manager not me work overtime every day last week. المدير بتاعي جعلني أعمل. جعلني يبقى إيه؟ me work المصدر يعني make مفعول مصدر يبقى made me work. طيب طب ليه مش got مفعول to المصدر؟ وقال له مفعول to المصدر cause مفعول to المصدر. طب اللي بعدها when I was little my parents always make مفعول أنا عايز مصدر يبقى made me work. Not your meal prepared before you went home. ركز بقى عشان دي جملة سؤال. وجملة سؤال عايزين نركز وانت تكتب. Had you عايزة بعدها بسط بارتيسيبل فدي غلط. Have you had ده مضارع تام. Do you have ده مضارع بسيط. Had you had ده ماضي تام. حلو. يعني عندي دي مضارع ودي مضارع ودي ماضي. طب نشوف الجملة مضارع ولا ماضي أصلا. قال لك before you went يعني قبل ما أنت ذهبت يبقى ده ماضي. إذن الناس الاثنين دول بره اللعبة عشان دول مضارع. فهنقول له بقى had you had your meal prepared before you went home. هل انت جعلت وجبتك تجهز قبل الذهاب للمنزل. طيب يبقى عشانها ماضي خدناها. طيب he is very persuasive هو شخص مقنع. he got not to join his team هو جعلني يبقى me او جعلنا يبقى us جعله يبقى him جعلها يبقى her. ده كل اسمه ضمير مفعول يبقى انت خدت لي مين. طب I paid a carpenter أنا دفعت فلوس للنجار to fix the door عشان يصلح الباب. ده معناها إن حد عمل الشيء. فبالتالي هقول have النجار وبعدين مصدر أو هقول get النجار وبعدين to المصدر أو إن أنا أقول have أو get وبعدين الباب وبعدين البسط بارتيسيبل. الاختيارات الثلاثة دول متاحين. طيب I made the carpenter pay for fixing خليت النجار يدفع ثمن تصليح ده هو اللي هيصلح. get the carpenter fixed برضو غلط. ليه؟ عشان احنا قلنا اللي هنجيب فيها بسط بارتيسيبل فيكسد دي لو بدأ بهاف وجت وجبنا في النص المفعول. طب had a carpenter fixed برضو غلط. ليه؟ عشان انت قلت لي have والنجار فانت عايز مصدر. طب got a carpenter to المصدر دي مظبوطة وهو ده لف وفقا اللي قلت لك اهو got a carpenter to المصدر. طب رقم 30 بقول لك I had my lunch cooked يعني انا طعامي بحد بيطبخولي. يبقى I had my lunch cooked ده معناها انا ما بعملش كده بنفسي. طيب I cooked my lunch لا دي معناها عملت لنفسي على عكس اللي في الجملة. شخص ما طبخ الغداء لي صح. انا طبخت الغداء لشخص ما غلط. انا جعلت الغداء يطبخ غلط. اذا الاجابة الصحيحة هنا اصبحت رقم B. طب 31 بيقول لك I made my mother do the shopping انا جعلت امي تقوم بالتسوق. حلو ده معناها I got my mother to والمصدر صح. I got my mother my brother sorry to والمصدر برضو صح. I had the shopping past participle by صح ما عشان ده مفعول يبقى التلاتة كده صح. الأولانية جعلت أمي جعلت أخي يتسوق والتانية جعلت أخي يتسوق والتالتة أنا جعلت التسوق يقام به بواسطة أخي. طب اللي بعدها 32 I usually don't have anyone clean my room بقول لك انا دايما ما بخليش حد ينظف لي غرفتي. ده معناها اني بعملها بنفسي. طب ده معناها I usually have my room cleaned دايما بخلي حد ينظفها لي. I usually clean my room بنظفها بنفسي يبقى رقم بي مظبوطة. get my room to clean برضو اصلا غلط شرعا وقانونا لان دي معناها انا اجعل غرفة تنظف انا باجعل غرفة تنظف برضو غلط. الراجل في الجملة اصلي قال لك انا دايما ما بخليش حد ينظفها لي يعني بنظف لنفسي. سما هاد someone water the flowers يعني سما بتجعل بص ركز هاد تجعل شخصا يسقي الزرع. ده معناها ان هي لا تروي الزرع بنفسها. ده معناها ان هادنت ذا فلاور ووترد هادنت لا didn't get the flowers watered يعني تخليش الزرع يسقى لا. طيب didn't get the flowers to برضو لا. انت في الجملة الاصلية قلت لي ان سما بتجعل شخصا يروي ده معناها ان سما لا تروي بنفسها. طيب الجملة اللي بعد كده 31 I wrote the report for عمر after he had told me to أنا كتبت التقرير لعمر بعد ما طلب مني أن أعمل كده. ده معناها أن عمر made I لا هو أنت بتقول بالعربي إيه عمر جعلني فأنا كده موقعي في الجملة مفعول فمفكرة تبقى made me فدي باظت. طب نشوف التانية بقول لك عمر had me right had مفعول مصدر دي مظبوطة زي الفل معناها عمر جعلني. طب عمر جوت مي تو المصدر برضو. اذا الاجابة الصح هنا بس يا رقم بي 35
Did you ask anyone to help you? يعني هل أنت سألت حد إن هو يساعدك؟ ده معناها Did you make anyone make مفعول to المصدر غلط make مفعول مصدر يا فندم Had anyone helped you؟ يعني هل دي معناها هل أحد ساعدك؟ طبعا المعنى غلط، أنت قلت في الجملة هل أنت جعلت أحد يساعدك؟ هل أنت جعلت أحد did you did you مش have ده did you anyone يبقى دي برضو غلط التركيبة غلط دي مكتوبة had you anyone helped you التركيبة نفسها مركوبة مكتوبة أمال الصح كان يبقى إيه؟ كان المفروض يبقى had you anyone help يعني أو had you anyone help بس هتبقى had you anyone help you مش مبلوعة برضو بايظة يبقى الصيغة دي غلط والاحتمال التاني اللي عملته ده برضو مش نافع يبقى الجملة الأخيرة did you have anyone help you صح ليه have مفعول مصدر آخر جملة بقى mom got Lynn to set the table for lunch الأم جعلت Lynn ترتب الطاولة عشان الغداء ده معناها إن الأم got the table set for lunch by Lynn الأم جعلت الطاولة تعد بواسطة Lynn والأم جعلت لين تو لما دام في تو مع هاف يبقى ده مرفوض شرعا وقانون هاد لين اي ان جي برضه صح يبقى كده اي ان سي ازاي يا مستر مش قلت لي هاف مفعول مصدر قلت لك مع المعلوم مع المعلوم ممكن نستخدم مع هاف او جيت نجيب بعدهم الفاعل وبعد الفاعل ناخد الفعل المضاف له اي ان جي او ناخد الباست ناخد سوري الفعل المضاف اي ان جي او مع هاف ناخد تو المصدر مع هاف ناخد المصدر ومع جيت تو المصدر تاني كده الحته اللي اخبطت دي لو انت بتتكلم على معلوم لو انا بتكلم على كلامي على معلوم فهاف وبعدين الفاعل وبعدين اي ان جي او المصدر جيت والفاعل اي ان جي او تو المصدر خلصنا كده الجزئيه دي باقي معانا جزئيه واحده فقط اللي هي الخامس والسادس هحلهم كلهم فيديو واحد حالا ويمشي ورا الفيديو ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.